البناء والتنمية أعوام من التضحية. كلنا شفنا رئيسنا الدكتور مرسي فرج الله كربه وهو بيقول عايزين نحافظ على الثورة، وهذا هو أحد أهم أهداف ومبادئ الحزب. والآن يكلمنا عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية والمسؤول العام عن الحزب بتركيا الشيخ محمد شوقي الإسلامبولي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في إفطار حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية. الإخوة الكرام، كما جمعنا رمضان على الصيام، تقبل الله منا ومنكم، جمعنا رمضان بحضوركم وتشريفكم لنا في هذا الإفطار. فبارك الله في صيامكم، وبارك الله في مسعاكم وحضوركم الكريم. واسمحوا لي أن أتوجه بالتحية إلى إخواني هناك في السجون والمعتقلات في مصرنا الحبيبة الأسيرة بأيدي الإنقلابيين، فتحية إعزاز وتقدير للدكتور محمد مرسي أول رئيس شرعي في مصر، وتحية إعزاز وتقدير لإخواني في السجون والمعتقلات الدكتور صفوت عبد الغني والشيخ مصطفى حمزة ومن معه من الأسرى، حفظهم الله وفك أسرهم وردهم إلينا سالمين غانمين. إخواني الكرام، يأتي رمضان في أرض ونحن في أرض الهجرة، وإخواننا في السجون والمعتقلات وأهلنا في مصر تحت حكم هؤلاء الإنقلابيين الذين عاسوا في الأرض فسادا وتخريبا، ولا ملجأ من الله إلا إليه. إخواني الكرام، برغم الظلمة والظلم إلا أننا سنبقى مع الحق، نسير مع المظلوم ونقف وندافع، فلقد أوزينا من أجل ذلك، فقتل منا خيارنا وحبس قادتنا وهاجر من هاجر، ولن يثنينا ذلك بإذن الله عن هذا الطريق. إخواني الكرام، كما جمعنا رمضان على تلك الطاعة العظيمة التي تحتاج إلى صبر ومصابرة، فلنجتمع إخواني الكرام على طاعة أعظم وقربى إلى الله أكبر، ألا وهي إقامة العدل ورفض الظلم ودحض الظلم ومقاومة الظلم والظالمين ونصرة المظلومين والمستضعفين. فلنتعاهد إخواني على ذلك، فلعل الله يجعل في اجتماعنا واتحادنا سببا في رفع الظلم ودحض الظالمين. فعلم الله ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأسابهم فتحا قريبا. اللهم إنا نسألك أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، ونشكركم على الحضور، كما أتوجه بالشكر لكل من ساعد ودعم هذا الإفطار الكريم. جزاكم الله خيرا، ووفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من جديد نتحدث عن حزب البناء والتنمية، أعوام من البذل في سبيل الله والتضحية. حزب البناء والتنمية المعنى الحقيقي لتقديم مفهوم الأمة على الحزب أو الكيان. حزب البناء والتنمية، حيث نستمع الآن إلى كلمة ممثل الحزب الأستاذ إسلام الغمري، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. الحضور الكريم،
أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم بخير. يسرني أن أنقل لحضراتكم التحية والسلام والتهنئة بهذا الشهر الكريم من إخوانكم بحزب البناء والتنمية داخل مصر وخارجها، وعلى رأسهم الدكتور طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، والمهندس أسامة حافظ رئيس مجلس الحكماء بالحزب. كما أنقل لكم التحية من المكتب السياسي وكافة هيئات الحزب القيادية وقواعده، كما أنقل لكم التحية والتقدير بشكل خاص من قيادات الحزب وسائر أبنائه المغيبين خلف أسوار سلطة الانقلاب العسكري الظالم، والذين يدفعون ضريبة الحرية والزود عن الوطن جنبا إلى جنب مع سائر أحرار مصر، وعلى رأسهم الدكتور صفوت عبد الغني رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، والأستاذ علاء أبو النصر الأمين العام للحزب، والمهندس حمدي حسن عضو المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية. باسم هؤلاء جميعا وبالأصالة عن نفسي أقول لحضراتكم كل عام وأنتم بخير. الحضور الكريم من أهل العلم والدعوة والسياسة ورؤساء الأحزاب والحركات والمؤسسات، أعضاء البرلمان والوزراء والمحافظين، والشخصيات العامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. فتلبيتكم دعوتنا تاج نضعه فوق رؤوسنا، ووسام محبة نسكنه قلوبنا. كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من ساند شعبنا المصري في ثورته ووقف معه في محنته ودعم صموده حتى الآن من أجل استرجاع كافة حقوقه المشروعة وإرادته المسلوبة، والتي تم الانقلاب العسكري عليها، والتي عبر عنها الشعب المصري منذ ثورة 25 من يناير 2011 بشعاره العظيم عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية. ونخص بالشكر العميم دولة تركيا منارة الحريات، نشكرهم حكومة وشعبا، وفي القلب منهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. كما نتوجه بالتحية والتقدير لدولة قطر الشقيقة، والتي وقفت ولا تزال مع كافة القضايا العادلة، ونرفض ما تتعرض إليه من عدوان. الحضور الكريم، باسمكم جميعاً أتوجه بالتحية والتقدير لرجال مصر الأبطال الصامدين خلف أسوار السجون، وفي القلب منهم الرئيس البطل الدكتور محمد مرسي. كما نتوجه بالتحية والتقدير لأسر الشهداء والجرحى، راجين من الله الشفاء العاجل للجرحى وأن يجعل شهداءنا في الفردوس الأعلى. فهؤلاء الشهداء الأبرار تيجان الرؤوس وحبات القلوب، والذين قدموا أرواحهم من أجل ديننا وأوطاننا منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن. تحية إعزاز وإكبار لهؤلاء جميعاً، وفي القلب منهم القائد الشهيد الدكتور عصام الدين دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والذي قضى نحبه ظلماً في سجون الانقلاب. كما نتوجه بالتحية والتقدير لكل الأحرار في عالمنا العربي والإسلامي، وفي القلب منهم أهلنا في فلسطين، والذين يقفون في مواجهة سلطة الاحتلال الصهيوني، وفي القلب منهم حركة حماس.
كما نتوجه بالتحية والتقدير لإخواننا في سوريا والعراق واليمن وليبيا وسائر شعوب العالم الإسلامي، سائلين المولى عز وجل أن يوحد صفهم وينصرنا وإياهم على عدوهم. وفي الختام فإننا نوصي أنفسنا جميعاً بالصبر والثبات والاعتصام بحبل الله ونبذ الفرقة والاختلاف، حيث تتعرض أمتنا العربية والإسلامية لموجات من الظلم غير المسبوق، سواء بيد بعض أبنائها أو من خارج حدودها. ونبشركم جميعاً بأن فرج الله قريب ونصره آت، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وفي الختام نقول لإخواننا جميعاً الحضور: أتيتم سهلاً ونزلتم منزلاً طيباً في قلوبنا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيراً. والآن مع كلمة المستشار السياسي لحزب البناء والتنمية الدكتور أسامة رشدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً. الحضور الكرام، تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير. نجتمع في هذه الليلة المباركة من ليالي رمضان لنؤكد على وحدتنا وعلى استمرارنا في تبني نفس المطالب المشروعة التي عبر عنها شعبنا في ثورة 25 يناير المباركة، هذه الثورة التي وحدت الشعب المصري في مواجهة الاستبداد والقمع وفتحت بابا واسعا للحرية. إننا نؤكد الليلة أننا مستمرون في العمل لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير كاملة من العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. إننا نتذكر في هذه الليلة الآلاف من شهدائنا الأبرار الذين بذلوا أرواحهم رخيصة دفاعا عن حريتنا، ونرسل كذلك التحية والتقدير لعشرات الآلاف من إخواننا من المعتقلين ظلما وعدوانا في سجون الانقلاب في مصر، وعلى رأسهم الرئيس الدكتور محمد مرسي، وندعو الله عز وجل لهم بالثبات والفرج القريب. السادة الحضور، دعوني في هذه الفرصة أنتهز التأكيد على أن حزب البناء والتنمية في مصر يرى أن قضية الاصطفاف الوطني في مواجهة الاستبداد ليس مشروعاً مرحلياً، بل هو خيارنا الاستراتيجي لإنقاذ مصر من الأوضاع السياسية الخطيرة التي تمر بها الآن، وهو ما يقتضي منا العمل جنباً إلى جنب مع كل شركاء الوطن لهزيمة الاستقطاب السياسي والصراع الأيديولوجي. ومن هنا نؤكد على أن اللحمة المجتمعية المصرية وعلى التصدي لكل عمليات ومحاولات تمزيقها، ونقف مع المبادرات والحملات الهادفة لتكريس المصالحة المجتمعية بين مكونات الطيف المصري، ونؤكد على أننا منفتحون على التشاور المستمر مع القوى الوطنية الحية والرموز المخلصة لإنجاح المشروع الذي يتسع للجميع بلا إخصاء ولا تهميش. أيها الإخوة الكرام، النظام الانقلابي في مصر ومن يدعموه يحاولون تصوير المعركة الآن على أنها معركة بين الدول والإرهاب، أو بين الإسلاميين والليبراليين، أو بين الدولة الدينية والدولة المدنية. والحقيقة هي أن المواجهة في بلادنا التي تتوق للحرية وللكرامة الإنسانية ولحقوق الإنسان هي مع الاستبداد والديكتاتورية والفساد والفاشية العسكرية، ونحن متفائلون بقرب الفرج بإذن الله. إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب،
وإن مع العسر يسرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا المستشار السياسي. والآن مع كلمة المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية الأستاذ خالد الشريف، فليتفضل. الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر، ربما تكون هذه الدقائق والساعات يعني يقل فيها التركيز المتحدث أكثر من السامع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ستظل الحركة الإسلامية نابضة حية رغم كل المحن، رغم كل البلايا التي أحاطت بها، فالله عز وجل تكفل بالنصر لأهل الدين وأهل الإيمان بأسباب وبغير أسباب، بل جعل النصر يتنزل منة وفضل على أهل الإيمان على المستضعفين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أيها الإخوة، لا تنسينا هذه المحن رسالتنا التي هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، رسالة لا ترتبط بقطر ولا بمصر، إنما رسالة عالمية. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالمسلم هو الذي يترك في كل موضع أثر. وواجب البلاد علينا هنا في تركيا أن نتواصل وأن نتراحم وأن نعلم وننشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه الصحيح من موعظة وحكمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. تحية لكم أيها الإخوة، ودعاء لكم بفرج ونصر قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى الرغم مما دار في أرض مصر من محاربة حزب البناء والتنمية عند التأسيس ورفض لجنة الأحزاب قبل الانتخابات البرلمانية بيومين فقط، كان للحزب كتلة برلمانية وهيئة برلمانية محترمة كان لها دور فاعل في برلمان الثورة. والآن مع كلمة الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية والأستاذ عامر عبد الرحيم، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا على تشريفكم لنا وحضوركم هذا الإفطار الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الإفطار القادم بإذن الله في مصر بين أهلنا وبين أحبابنا وبين إخواننا الأسرى المحررين بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا أجد كلاما أقوله لكم إلا أني أشهد الله سبحانه وتعالى أني أحبكم في الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وأن ينفعنا بهذه المحبة. وأقول في هذا المقام أننا نمد أيدينا جميعا لكي ننقي ما بيننا، ولكي نجعل صفنا متماسكا واحدا قويا يأبى على الاستعصاء. فنحن أصحاب قضية عادلة، أصحاب قضية عادلة،
وقضيتنا معروفة، فإن قابلنا وإن قابلنا ربنا سبحانه وتعالى فإننا نقول يا رب إننا نقف مع الحق ضد الظلم، نقف مع الطهارة ضد الفساد، نقف مع المظلوم ضد الظالم المستبد، نقف هذا الموقف لله سبحانه وتعالى حزبة له، لا سياسة ولا مراوغة ولا مهادنة، وإنما صدقا مع الله سبحانه وتعالى، نسأله أن يجعلنا من الصادقين وأن يتقبل منا وأن يفرج كرب إخواننا وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسي في القلب وإخوانه جميعا، فضيلة المرشد الأول وفضيلة المرشد الثاني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربهم وأن يفرج كرب الدكتور صفوة عبد الغني رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية. أيضا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملنا وأن يوحد صفنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله سعيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أمين. نسأل الله عز وجل تفريجا لكربة رئيسنا وسائر إخواننا من المأسورين. والآن جاء دور الأنشودة والصوت الندي والمنشد المبدع طارق أبو زياد، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أرى هذه الوجوه الطيبة أولا بسم الله التي تعبر عن مصر بكل أطيافها، سواء بالأخ الأكبر أو الأخت الكبيرة جماعة الإخوان المسلمين أو حزب البناء والتنمية أو حركة 6 إبريل أو حقيقة مشايخنا وعلماءنا ومثقفينا. فأرجو أن أنشد أنشودة تنشدون معي فيها تمثل بلدي مصر، فأقول ما قاله سيد رحمه الله تعالى، يقول: بلادي 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 لك حبي وفؤادي، بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، مصر يا ست البلاد أنت غايتي والمراد، مصر يا ست البلاد أنت غايتي والمراد، وعلى كل العماد كم لنيلك من أيادي، بلادي اللي يحب مصر يقول نداء المعدة أقوى من نداء الروح. بلادي 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 لك حبي وفؤادي، مصر أولادك كرام أوفياء يرعوا الزمام، مصر أولادك كرام أوفياء يرعوا الزمام، نحن حرب وسلام، وبلادي يا بلادي 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 لك حبي وفؤادي، مصر أنت أغلى ضر جبين الدهر غرة، مصر أنت أغلى درة فوق جبين الدهر غرة، يا بلادي عيش حر
رغم الآدي بلادي 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 لك حبي وعلي